السلام عليكم. محروس بالطوع يا باشا، كنت ادب من التخليه، كنت جاي هنا عشان استلم يعني. استنى هناك. اصل انا كنت عايز اشكر الباشا الوزير، لان الباشا الوزير يعني يا سيدي شكرا، جزاك الله كل خير. اللي قاعدين دول كلهم مستنيين يشكروا سعاده الباشا. ايه ده؟ حازم يا جدع انت! اجري ساعتهم اجري. يعني استلم يا باشا؟ استلم وسحقتهم. على خيره الله، حاسب عندك انت اهو. ده نوديه فين ده يا باشا؟ طلعه بره لو سمحت. وراي انكر النار. حي الله، حي الله، حي الله، حي شيخ مندور. وصل يا فندم شيخ مندور. في حد بره؟ لا يا فندم مفيش. في الولد بتاع الداخليه اللي سعادتك كلمتني عنه. مين؟ الولد بتاع الداخليه اللي سعادتك كلمتني عنه. ماله عايز يقابل سعادتك يشكرك. خليه يدخل. تعال يا محروس. ربنا يخليك لينا يا سعاده الباشا، ويطول لنا في عمرك، واشوفك ان شاء الله وزير سابق قد الدنيا. انت اسمك ايه يا يالا؟ خدامك محروس يا باشا. محروس؟ من اي بلد؟ من بلدكم يا باشا، كفر تعلم. ما انا الحاج فتيحه ربنا يرضى عليه هو اللي كان كلم سعادتك يعني عشان ايوه افتكرت. يعني بلدياتنا بقى. بالظبط يا باشا. وابوك يطلع مين في البلد؟ خدمك مطوع الدخاخني يا باشا. عم مطوع الدخاخني اللي كان بيغش المعسل ويحط فيه شاره خشب. بالظبط يا باشا، كل كنت تشربه دي سعادتك كان شاره خشب. العربيه جاهزه يا فندم. العربيه مالها؟ جاهزه. هي الساعه كام دلوقتي؟ 4:30. كفايه بقى كده. كفايه. يلا محروس امشي انت. يلا مين؟ يلا امشي انت. امشي فين؟ امشي روح. يعني امشي ازاي؟ يمين طلاق بالثلاثه متعتع من جنب الباشا. يعني ايه سعاده الباشا؟ عايز يروح دلوقتي. انت بتقول ايه؟ فدي الباشا محتاج حاجه كده ولا كده؟ انت مالك انت؟ انا مالي ازاي؟ ده من بلدنا وانا عارفه. حاجه غريبه جدا. خلاص يا عصمت، خلاص يا محروس يا باشا. خلاص محروس اصله بلدياتي وعايز يفضل معاه. يفضل معاه. شوف سيبه يا علاء، سيبه. ابويا الحاج اصله موصيني عليه. اركب انت بقى في العربيه الثانيه. اخبار البلد ايه يا ده محروس؟ الولد زناتي، زناتي الجعفري، الواد المعفن الجربان ده، بنى بيت بالطوب الاحمر وحط طبق فوق سطوح، طبق من اللي بيجيب المسخره وقله الادب دي. رحت له تعالجت معاه. تعالجت معاه ليه؟ قلت له عيب يا ولد، عيب يا ولد، دي بلد طاهر يا ولد، ما تنجسهاش بالكلام الفارغ ده. قعدت اناهد فيه ويناهد فيا يجي 3 ساعات. 3 ساعات؟ ما هو لحد الفيلم ما خلص يا باشا. الواد بسطاوي بقى يا باشا، بسطاوي ابن قرن الغفير، لقيناه فجأة اشترى جاكيت تجيل، البلد هللت. بس ايه؟ بعديها بقى مراته خلفت واد براسين. الواد مات، عملوا له مقام وسموه مقام سيد ابو راسين. بس جت حكايه والله يا باشا. الواد رزق ابو عوف، الواد اللي معرفش الالف من كوز الدوره دي، اتجوز واحده خواجياني، قال ايه غيتها بقى بالليل تقعد على القهوه وتشيش. ده حتى منظر الست وهي حاطه البتاع في جواها كده منظر مش ولا ود يعني. كفايه ده واشتري. في ايه يا بنت؟ الحمام غرقان والمحبس مفوت. حمام غرقان؟ في مفتاح انجليزي؟ ادور. يا بنت طلق بيت 3، ما حد بيصلح الحمام غيري. يا جدع انت بتعمل ايه؟ خد امسك.
بس تعرفي الميه بتبقى حلوه كده، بتخلي البني ادم مننه بيبقى يعني راضي عن نفسه ومستقر ذاتيا. فالواحد يعني بيبقى اسمك ايه؟ اسمي هيام. ايه؟ هيام. عاشت الاسامي. هيام وانت ايه؟ البنت دي باقي عليها شغلانه. اي والله. يخرب بيتك، انت بتعمل ايه يا حد يا كلا؟ انا بدور على الام يا باشا. يلا بينا. هو الام فين؟ في المطبخ. فين؟ في المطبخ. ام في المطبخ. الام يا باشا هندور عليه وهيبقى كله تمام تحت السيطره ان شاء الله. انا حصرت. انما انت اسمك هيام صحيح ولا دي اشاعه يعني؟ يا جدع انت قلت لك اسمي هيام، وانت بقى اسمك ايه؟ انا اسمي محروس. عاشت لسامي يا محروس. قولي لي يا محاميه. يا ايه؟ محاميه حط. اديها ميه ما تريحهاش يا بنتي. جتك ايه يا سي محروس؟ شيل البتاع ده. اوعى كده بتكسب يا بنتي. شيليه يا بنتي. يلا ده انت ايه؟ يوم بتكسب يوم. اوعى بسرعه يا عصمه، شوف لي سباك من تحت الارض، البيت هيغرق. العملية تمت بنجاح عظيم كما هو المتوقع يا باشا، وكل شيء تحت السيطرة. خلاص يا عصمت خلاص. مين الحيوان ده؟ لا ده الواد ده. انت قلت لي اسمك ايه؟ خدامك محروس مطاوع يا باشا. ده محروس مطاوع اصلا، بلدياتي وابويا موصيني عليه. ابوك مين؟ انت ما شفتوش وهو قاعد معايا في الحمام؟ والله ما شفت حاجة يا باشا. خلاص يا اعتماد، بيقول لك ما شافش حاجة والله. ده محروس ده جدع وتابعي. انا بتاعك يا باشا. خد يا محروس، خد يمين طلاق بالثلاثة. ما خد ولا مليم عيب يا باشا. خد يا راجل اسمع كلامك. انا حلفت يمين طلاق ايه؟ خلاص يمين طلاق بالثلاثة بدام انت زعلت كده اللي انا واخد يا باشا. حاسب يا سيادة الوزير، حاسب يا اخوان الهدوء، حاسب يا باشا، حاسب. امر والله يا باشا. ولا اللي انت جايبها يا ولا؟ القهوة دي مضرة لصحة الباشا يا ولا. اجي روح هات شوب حليب. شيل يا ولا شوب حليب مغذي يا ولا. ايه ده؟ انت بتشرب سجاير لسه؟ ده مضر للصحة يا باشا. انت عارف السيجار اللي انت طفيته ده ثمنه كام؟ هيكون ثمنه كام؟ وبعدين حاج افتحي رضي الله عنه وارضاه لو عارف الحكاية دي هيودينا بداية. خلاص.